يتفضل سمو رئيس مجلس الوزراء بإلغاء كلمته. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوة أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والفضل والمنة لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي ونحن نجتمع اليوم ليختتم مجلسكم الموقر دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير على ذلك الجهد البناء للمجلس الموقر الذي جسد المبادئ الوطنية والمعاني السامية في تكريس احترام الدستور واللائحة الداخلية في العديد من المواقف والجلسات. لقد كان مجلسكم موقر عوناً للحكومة في حمل الأمانة وإداء المسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين. وقد أشار الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر في كلمته الآن للعديد من الإنجازات التي أكدت جدوى التآزر الواعي والنوايا الصادقة لتقدير المصلحة الوطنية وتحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر مطلوب ومحمود ينبغي البناء عليه لترسيخ قواعد العمل المشترك البناء بين الحكومة والمجلس في سبيل التصدي للقضايا المختلفة لتلبية طموحاتنا وتحقيق تطلعاتنا في غد أفضل يقوم على التوازن السليم بين الطموحات والإمكانات المتاحة في مختلف المجالات. الأخوة المحترمين، لقد شهدت جلسات المجلس الموقر طرحا حكوميا شاملا ومتوازنا، كما شهدت مناقشات بناءة وحمار وحوار موضوعي جاد. وإذا كان من كلمة يجب أن تقال فإني أتقدم باسمي واسم أعضاء الحكومة جميعا بوافر التقدير إلى الأخ رئيس مجلس الأمة على إدارته للجلسات وبحنكة وخبرة ووعي دستوري سليم، ساهم في تحقيق الكثير والكثير من الإنجازات في مسيرة العمل البرلماني. ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أنوه بالجهد المبذول من الأخوة أعضاء المجلس المحترمين وحرصهم على إرساء ثقافة جديدة في العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية تتسم بالإعقلانية والواقعية وترتقي بلغة الحوار والمناقشة بعيداً عن الصخب والضجيج والتشكيك، وهو ما يدفع مسيرة العمل والإنجاز في كافة الميادين والمجالات. كما يسعدني في هذا المقام توجيه الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمجلسكم الموقر، ويسع ذلك جميع الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين وغيرهم، سواء من داخل المجلس أو جميع أجهزة الدولة، على ما بذلوه من جهد وقاموا به من عمل لإنجاز أعمال المجلس خلال دور الإنقاذ الحالي، داعيا إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد ليؤدي كل منا دوره المعهود في رفعة الكويت وازدهارها. الأخوة الأعضاء المحترمين، لعلنا اليوم ونحن على أمل اللقاء قريبا في دور الانعقاد القادم ندرك التحديات والأمال والطموحات التي يعلقها الأخوة المواطنين على المجلس والحكومة، والتي لم يتسع الوقت أو تتسع الظروف لإنجازها، آملين أن نلتقي في دور الانعقاد المقبل بإذن الله لإنجاز المزيد من هذه الأمال والتطلعات بتوجيه ورعاية من قائد المسيرة وراعي الكويت الحبيبة أميرنا المفدى الذي بفضل الله وتوفيقه ثم بحكمة سموه وبصيرته يصان للكويت أمنها ووحدتها وهيبتها، مجددين الولاء والامتنان والسمع والطاعة لسموه وولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهما، والسلام عليكم ورحمة الله.